السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد، وموضوع أنا بعتبره موضوع مهم جدا، وإحنا بنتعامل مع السوفت وير أو مجال السوفت وير. النهاردة هتكلم على السكيورتي بصفة عامة في مجال السوفت وير، وبصفة خاصة على النود جي اس. تمام، هتكلم مبدئيا على السوفت وير في مجال، وإحنا بنعمل الديزاين بتاعنا للأبلكيشن أو لأي سوفت وير أنت بتعمله ديزاين. فانا مهتم جدا بان اكون عارف انا هسكيور ايه هي الحاجات اللي انا محتاجه اعمل لها سكيورنج. تمام، فبدايه خليني اقول لك ان السكيورتي ده من اهم المواضيع، او one of the most essential attribute of a solution design، من اهم الحاجات في مين السوليوشن ديزاين. طب ايه هي الحاجات او ايه هي الاسبيكتس اللي انا محتاج اهتم بيها وانا بعمل الديزاين او السوليوشن ديزاين بتاعي؟ يبقى انا هنا بدور على ايه هي الفولوينج اسبيكت للسوليوشن ديزاين. اول حاجه احنا بنتكلم هنا على حاجه اسمها اوثنتيكيشن اند اوثرايزيشن، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه هتكلم على الويب سيكيورتي، الحاجه الثالثه الداتا سيكيورتي، الحاجه الرابعه النتورك سيكيورتي، الحاجه الخامسه الانفرا استراكشر. انا عندي هنا خمسه اسبيكت مهمين جدا وانا بعمل عمليه السوليوشن ديزاين للابلكيشن بتاعي. طبعا بالنسبه للنتورك سكيورتي والانفراستراكشر سكيورتي، انا بالنسبه لي دول بعتبرهم ان هم بره السكوب بتاعنا كشغل ديفلوبمنت، لان دول في عندنا اوبريشن تيم وفي نتورك تيم بيبقوا مسؤولين عن ان هم يعملوا سكيور للحاجات دي. لكن احنا هيبقى كل اهتمامنا النهارده على الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن والويب سكيورتي والداتا سكيورتي. طيب خلينا نتكلم على اول حاجه اللي هي اوثنتيكيشن واوثرايزيشن. كلمه اوثنتيكيشن يعني ايه؟ او اوثرايزيشن، انا بدي لك مثال بسيط جدا. ايه هو؟ اعتبر ان انت عندك ضيف جاي لك البيت، ضيف جاي لك البيت. الضيف ده اول ما يجي البيت هو بيجي يعمل ايه؟ بيخبط على الباب، صح؟ بيضرب الجرس. لو انت سمحت له انه يدخل فده اسمه اوثنتيكيشن. سمحت انه يدخل يبقى انت عملت له هنا، وافقت ان هو يخش يبقى انت كده وافقت ان هو يقدر يخش البيت بتاعك، فانت هنا عملت له عمليه اوثنتيكيشن. طيب كونه انه يتحرك جوه البيت بتاعك في مناطق معينه، فانت بتسمح له او بتدي له حاجه اسمها اوتورايزيشن او اكسس معين انه يخش مناطق في البيت بتاعتك، فده اسمه الاوتورايزيشن. يبقى الاوثنتيكيشن انت بتعمل عمليه سماحيه لمين؟ لمين يخش عندك السيستم؟ هو كان اكسس ذا سيستم. اما الاوتورايزيشن، يبقى احنا عرفنا الاوثنتيكيشن ده واحد مين هيأكسس، اما الاوثرايزيشن فانت بتتكلم على هو هيخش او يأكسس اي حاجه. يعني مثلا مسموح له والله يخش الصاله، مسموح له يخش الحمام، مسموح له يخش اوضه الضيوف. تمام، فانت بتتكلم على الاكتيفيتيز اللي بيعملها اليوزر نفسه، يقدر يعمل ايه او مسموح له بايه. فده مفهوم كلمه اوثرايزيشن. يبقى عرفنا دلوقتي ما بين الفرق ما بين الاوثنتيكيشن وهذا الاوثرايزيشن. طيب خليني اتكلم لك على حاجتين مهمين جدا. دايما واحنا بنعمل عمليه ديزاين للابلكيشن بتاعنا، وبتكلم على عمليه الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن، فخلي بالك لو انت بتعمل الابلكيشن بتاعك على او جوه كوربريت انترنال يوز، زي مثلا بتتكلم على جفرمنت انتيتي، والله في الجفرمنت عامه لما بيجي يقدروا عايزين يعملوا عمليه الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، دايما بيلجأوا او بيستخدموا حاجه اسمها فيدريتد اورجانيزيشن سيستم. يعني ايه الفيدريتد ده؟ اقرب مثال حاجه اسمها الالي داب او الاكتف دايركتيف، هو يعتبر الاثنين زي بعض. تمام، دول اقرب حاجتين. يبقى لو انت بتتكلم على انترنال يوز هتخش عمليه حاجه اسمها فيدريتد، فبتتكلم على الالي داب والاكتف دايركتيف. طيب لو انت بتتكلم بقى على ابلكيشن خاصه بالسوشيال ميديا او ويب سايت فور جيمنج، يعني حاجه بره الانترنال يوز، حاجه هتبقى اكسترنال للناس، كان اللي بتتكلم عليه حاجه اسمها اوستو. تمام، تقدر تتكلم على حاجه اسمها اوبن اي دي، والاوبن اي دي ده يعني انت بتتكلم على ان انت عايز تعمل اوثنتيكيشن واوثرايزيشن من خلال ان انت هتستخدم حاجه اسمها فيسبوك وجوجل وامازون وتويتر. تمام، دي لو انت بتتكلم على حاجه اسمها اوبن اي دي ايه اكسس. يبقى عرفنا الفرق دلوقتي، يعني ايه اوثنتيكيشن، يعني ايه اوثرايزيشن، ولو انا هستخدم ابلكيشنز كانترنال فالاحسن بالذات خاصه في الجفرمنت سيكتور، بتتكلم على ان انت عايز تعمل ايه اللي داب والكلام ده كله. تمام، لو انت هتتكلم على السيستمز
بره اكسترنال ولا اي حاجه، فانت بتتكلم على اوستو او بتتكلم على اوبن اي دي زي الفيسبوك وجوجل وامس. طيب هبدا بقى اتكلم على حاجتين مهمين جدا اللي هو هتكلم عن الاوثنتيكيشن، هبدا اتكلم بقى على الويب سكيورتي والداتا سكيورتي. طيب خلينا اكلمك هنا على الويب سكيورتي. ويب سكيورتي يعني ايه ويب سكيورتي؟ انا هعمل سكيور للويب ابلكيشن بتاعي. طيب يهمني ان انا احافظ على الابلكيشن بتاعي، بس من ايه؟ هتحافظ عليه من ايه؟ تمام؟ طيب. اول حاجه انا محتاج ان انا احافظ عليه من الاكسترنال اتاكرز، الناس اللي هم بيعملوا اتاك على السيستمز بتاعتنا، لان السيستم بتاعنا معروف انه يعمل له اكسبوز لمين؟ الانترنت، وبالتالي هيبقى عندي مور اتاكرز عندي. وبالتالي ففي حاجتين مهمين جدا، ايه هما؟ حاجه اسمها الكروس سايت سكريبتنج، ودي هنتكلم عليها النهارده. زي ما الكروس سايت سكريبتنج ان في حد بيبعت لك سكريبت معين جوه التكست فيلد، تمام، بتاع اي فورمه موجوده عندك، لا حاجه كده تقدر تاكسس داتابيس، حاجه تقدر تاكسس لك اللوجز، حتى اللوجز نفسه هو بيقدر يكسسوه، تمام. او بتتكلم على الاس كيو ال انجكشن، حد بيبعت لك حاجه برضو جوه الحاجات دي كلها كانها اس كيو ال ايه انجكشن. وعشان ابدا بريفنت ده لو انا عايز امنعه، فعندي في بعض التولز اللي انا ممكن استخدمها. فانا بتكلم على بعض التولز اللي انا ممكن استخدمها، حاجه منها زي الفاير وول او حاجه اسمها ويب ابلكيشن فاير وول او بيطلق عليه واف. الواف ده ميزته انه بيعمل او فائدته بيعمل بلوك للميل وير وللسيكوال انجكشن اتاكس، تمام. فده بالنسبه هنا لحاجه اسمها ويب سكيورتي. برضه ده ممكن الفاير وول او الكلام ده كله ممكن يبقى مسؤول عنه فريق الاوبريشن تيم برضه بالمساعده بيك، لكن انت برضه ممكن تعمل الكلام ده. يعني هنتكلم على السيكوال انجكشن من جوه الابلكيشن بتاعك، واخد بالك ازاي؟ طيب خليني اقول لك برضه كمان على نتكلم عن حاجه اسمها الداتا سكيورتي. الداتا سكيورتي ده شيء مهم جدا، انت ازاي تعمل سكيور للداتا بتاعتك، وده بيتم اعتباره one of the most critical component need to be secure. حاجه من الحاجات المهمه في الابلكيشن بتاعك انها محتاج ان انت تعمل لها سكيور. خلي بالك في احيانا معينه بتكون الداتا بتاعتك بيحصل لها اكسشينج بين تو سيستم، يعني كان لو انت مثلا عندك يعني انتجريشن ما بين السيستم بتاعك وسيستم بيمنت معين، انتجريشن ما بينك وما بين اي سيستم تاني، واخد بالك ازاي؟ فانت محتاج ان انت تعمل سكيور للموضوع ده. سكيور يا اما حاجه اسمها ترانزيت، ان انا اعمل ترانزيت سكيور، او ان انا بتكلم على حاجه اسمها سكيور اتريست. طيب ايه هو الداتا ان ترانزيت وايه هي الداتا اتريست؟ كلمه الداتا ان ترانزيت يعني انت بتعمل داتا ترانسفير ما بين السيستم بتاعك وسيستم تاني، فكلمه ترانزيت يعني انت ايه احصل عليها ترانسفير، فانت كانك بتعمل زي ما بتعمل حاجه اسمها سيريزيشن، بس انا عايز اعمل حمايه للداتا بتاعت سكيور. عشان اعمل ده بستخدم حاجه اسمها اس اس ال او حاجه اسمها سكيورتي سيرتيفيكت، بيطلق عليها السكيور سوكيت لاير او ترانسبورت لاير سكيورتي، تمام. فبستخدم الاس اس ال ده كانه سيرتيفيكت بيبقى معمول له انكريبتد بشكل معين عشان تقدر انت تعمل الابلكيشن بتاعك، والسيرتيفيكت بتحول الاتش تي بي بتاعك لاتش تي بي اس، تمام. فده مفهوم كلمه حاجه اسمها داتا ان ترانزيت. طيب لما اجي اتكلم على الداتا ادريس، كلمة اتريست، فانت بتتكلم على ان الداتا وصلت ليك وانت دلوقتي بتخزنها عندك فين؟ في الداتا بيز، اهي يعني سيتنج ان داتا بيز اور سم ستورج. ففي الحالة دي الداتا دي محتاج ان انا اعملها سكيور اتريست. فعشان اعملها سكيور اتريست فانا محتاج ان انا استخدم حاجة اسمها انكريبشن ميكانيزم، اعمل لها انكريبت بشكل معين، تمام. والكلام ده بيبقى عن طريق حاجة اسمها انكريبشن كي. يعني زي ايه؟ بعض البيرسونال داتا زي مثلا الاي دي نمبر بتاع الشخص، الفون نمبر مثلا، الحاجات الايميل، الكلام ده لازم يكون معمول له انكربشن بشكل معين، لان الداتا دي مش ما ينفعش تكون موجوده في الداتا بيس كده كانها تكست، واي حد يقدر ياكسس داتا بيس يقدر يعرف البيانات دي. فلازم الداتا دي تقدر ان انت تعمل لها انكربشن ميكانيزم معين بحيث انها تعمل لها انكريبت. طبعا انت ليه احنا بنعمل لها انكريبت؟ عشان اقدر اعمل لها بعد كده ديكريبت، تمام، لان اوريدي هحتاجها. لكن لما بيجي اتكلم على الباسوردز فانا ما بعملش انكريبت وديكريبت في الباسورد، انا بعمل هاش كود، لان هيبقى اعتبر عندي وان واي، ولازم افرق لك ما بين الهاش كودنج والانكريبشن والديكريبشن. دايما الهاش كودنج ده حاجه اسمها وان واي، وان واي يعني لو عملت له هاش مش هتقدر ترجعه،
اما الانكريبشن والديكريبشن، فانت بيسمى تو واي، انت بتروح تقدر ان انت تعمل له انكريبت وبتقدر تعمل له عمليه ديكريبت، تمام؟ وده طبعا عن طريق حاجه اسمها انكريبشن كي. وبرده من الحاجات المهمه تخلي بالك منها ان انت لازم أن تعمل الانكريبشن دي لازم تعمل له عمليه سكيور برده، لازم تسكيور مين الانكريبشن كي، وده بيبقى عن طريق حاجه اسمها كي مانجمنت ابروتش، حاجه اسمها كي مانجمنت ابروتش. من ضمن الحاجات برضو نخلي بالنا منها في الداتا سكيورتي هي الريجولاريتي، حاجه اسمها ريجولاريتي كومبلاينس. الريجولاريتي كومبلاينس زي ايه؟ حاجه يعني مثلا هقول لك دلوقتي الكريدت كارد بتاعك، انت بتعمل عمليه بيمنت بالكريدت كارد بتاعك، تمام؟ ففي حاجه اسمها ريجولاريتي كومبلاينس اسمها بيمنت كارد اندستري داتا سكيورتي ستاندرد او بي سي اي دي اس اس، تمام؟ دي حاجه انت مفروض ان انت تحصل عليها، تمام؟ وتبدا تعمل لها عمليه تطبيق عشان انت ما ينفعش ان انت تلوج في الترانزاكشنز بتاعتك. يعني لما تيجي تعمل عمليه ترانزاكشن هل انت هتلوج رقم، يعني الراجل دخل الكريدت كارد نمبر ودخل البن اللي موجود في الكريدت كارد، هل انت متاح لك ان انت اصلا تلوج الحاجات ديت؟ خلي بالك ان لما انت بتحصل على الحاجه دي بيجي عندك حاجه اسمها اوديتورز، الاوديتورز دول بيجي يراجعوا السيستم بتاعك لوجز عشان يشوفوا هل انت بتلوج الكلام ده ولا لا، فده بيسمى بحاجه اسمها اللوج تريلز، تمام؟ فده هنا احنا يعتبر اتكلمنا بصفه عامه على السكيورتي ان سوفت وير ديزاين من خلال الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن، الويب سكيورتي والداتا سكيورتي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هتكلم على البيست براكتس في النود جي اس، لان ده من الحاجات اللي احنا تهمنا.